موعظة نسائية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أختي في الله، حبيبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احرصي على صيام 6 من شوال، فلهم فضل وأجر عظيم عند الله تعالى. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. تعالي معايا نشوف إزاي أصوم 6 أيام من شوال ويتحسب لي صيام السنة كلها. طبعا إحنا كلنا عارفين إن ربنا فضل أمة سيدنا محمد وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعل ليها الحسنة بعشر أمثالها. فقد قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. فكده هنصوم شهر رمضان، يبقى شهر في 10 بعشر شهور، و6 أيام من شوال في 10 60 يوم، يعني شهرين، يبقى كده 10 شهور وشهرين، كده بقى الحساب 12 شهر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وهنيئا لمن صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.